عادل، لا انا موتك في موضوع. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح. كلميني في اي موضوع. موضوعي وانا دلوقتي نايمان اصلا، ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت، ووقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي حضرتك. هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ هو بداية غير مشجعة على الإطلاق. حضرتك عايزاني أشجعك أعمل إيه يعني؟ مثلا أقعد أهتف أقول رانيا وأسقف لك، ولا أعمل يافطة مكتوب عليها مشروع رانيا؟ أنا عايز أعرف أنت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في أحكامك؟ حاضر، اتفضلي. مش هسفه ولا هتسرع، اتفضلي. إرغي 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 إرغي. الأوبن داي، الأوبن داي هو مشروع كل عصر. الأوبن داي مشروع كل عصر لكل سيدة في مصر. ده زي قراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة إن الأوبن دي مربح جدا، يعني دخل الأوبن دي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وأبو 5000 جنيه ده عايز رأس مال قد إيه يعني؟ إديني 3000 جنيه وأنا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهبيعها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ أنت اتجننتي؟ 3000 جنيه إيه يا هانم اللي أنت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني؟ بصي مفيش فلوس. يعني إيه مفيش فلوس؟ ها يعني إيه مفيش فلوس؟ يعني أنا من حقي احلامي وطموحاتي؟ مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقه، لما ان شاء الله تبقى مطلقه هسمح لك انك انت تشتغل. يا بقى دي مش طريقه عيش. على فكره بقى انا زهقت، انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ تصحوا ليه؟ اتفضلي يا ماما. الهانم عايزه 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا بهل بقى، اسمه الاوبن ديت. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش مطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ ماما بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس 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 يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا لا جرحني جرحني عادل جرحني. معلش يا حبيبتي معلش. ما كنتش اتوقع منه انه يعمل لي بالخشونه والتهور ده كله. قطيعه تقطع الرجاله كلهم كده، اساليني انا. الرجاله؟ ايه ده يا ماما، بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قولي بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يقطع عادل وسنين عادل، عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه؟ انا كمان عايزه اشتغل. شبكه علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنقكم وننتقل الى مرحله جديده. بقول لك يا رانيا، قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدا بدايه بسيطه يعني. تركيا 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 تركيا. ماما ايوه، اللبس ده لو اتجاب من الوكاله يكلف كام؟ بمشاريه 300 جنيه. 300 جنيه 300 جنيه خلاص يا ماما نجيبه ونضرب ماركات. ونكو ونكيس وكل شيء يبقى كويس. ايوه كيس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره، والشطاره تغزل برجل حمار. واديني في الطلماني يا اناناس. اناناس اناناس. ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا، لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حضرتك بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني، انتوا فاكرين ان حد هيشتري منكم الهلايل دي؟ بس اي حبيبتي. لا بصي، لا انا هقول لك، انا جبت الجينز وجبت شوفونير وجوبلان. وجابت عضه الكلب وجابت دمور وجابت لفتة. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده، هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شارينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. نكبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقولي وانت واقفه على العربيه كبده؟ طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل، يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني. ولا يهمك يا ماجي،
تموينك عليا انا، واذا كنت تحبي ام ميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش ام ميرفت، لان ام ميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه. ماشي عادل ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام فلوس بتجري وراكم بتلعب معاكم السغمية واستخبى الفلوس في الخزنة وانتوا تحطوا دور عليها وتقولوا فين الجنيه ونص. ايوه 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 تبطل كده على النعمة لغاية ما تزول من وشك. هي فين النعمة يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجة. اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي، ذوقي ذوقي ذوقي، عصير عصير عصير، عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتي. كلو 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 كلو، عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانشار افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه، البت دي كانت عايزه تديه لبنت خاله اللي هي الكونتيسه سرايا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده سني خالص، انا اشتريته خلاص. ده 500 جنيه. اوكي. شيبس شيبس شيبس، عصير عصير، شاي كشري، شاي فتله، شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في روضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الاميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الامير رومي الخامس. اوه انا شوف سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. عادل لو سمحت ما تبوظيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام، الله بدستمك ما حصلش، بدستمك ما حصلش. انا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه منك حته، بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك. يعني حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي انا في الشارع بالصدفه. يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ست متشكرين، معكيش فسيخ، انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟ كلب هنا في البيت وانا اصرف عليك ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ بيعدل معاه شويه عادل. ده لعبه. سلام. ادي 1 2 5 1 2 3 4 5006. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي الاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. صاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. او نو، بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده، ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟
ايدي دو ايدي دو حشا ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغواصة ولحمة وسلطة ومخل البلدي. انت متأكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى اعتبر بس. ايوه يعني هيجيله بكام يعني؟ ما اعرفش هو ايه اللي يجيله بكام. انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اوف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو give me the phone please. اوكي هاني just a moment. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 21145. الو مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير هيقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي ربنا يخليكي، من فضلك عايزة 4 زوج حمام شقلبزات و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتيلي شاورمة فراخ باللحمة. اوكي شاورمة فلاخ، يا سلام. ده فاضل بقى حبة حبة يا ماما الاقيكي واقفة عند مكنة اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل بقولك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومة. فخدتين بالتومة برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشة وفي الفشة والحاجات دي. اطلبي لي من فضلك واحد لانجوست مشوي مع صوص دي بور. لانجوس مشوي؟ لانجوس بصوص دي بور بكام؟ بألف جنيه بس. توتل يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتأخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل، فين الحلو؟ اجيب لك التليفون ماي ديار. لا حياتي ميرسي هكلم بالموبايل بتاعي. غايته. الو هاي، محلات الحلو يحب الحلو لصاحبها محمد الحلو. يبعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك، لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي، لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، مفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معاك فلوس؟ لا خلاص يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش ادفع. بيبي بيبي يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض واكل وبحلقه ما تدفع وخلاص. يا دولا خد امسك السندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي انت تبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ ايه دوله واحد يا عم، واحد يا عم. الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. غبي حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دوله مالك يا عم، مالك كده يعني؟ دلوقتي انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دوله؟ فين ايام زمان كده؟ هو دوله لما كان يقول لي قشطه، يالا رمزي اقول له قشطه، فينك يا دوله؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من على الرف. كاني وقعت من على الرف. اتركنت على الرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل يا دوله؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع يا دوله،
انا امي لما اشترت البقره صبوحه العمليه جرت في ايديها بقى لبن وجبنه قريش وشاورما. شاورما كانت بتاخد شاورما من البقره وهي صحي. يا نهار ابيض، وانا عمال اقول الزكاوه اللي عندك دي جايبه منين؟ إيه؟ من امك. لولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. انا اسف جدا ان انا قطعت حضرتك يعني، وحضرتك بتنصحني، انا اسف. اتفضل حضرتك سمعني. انا بقى ابويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دوله، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس. ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى يا دوله كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده واقوم رميه في ودن البقره صبوحه. اه عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه، امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دوله لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف بقطع حضرتك تاني. انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دوله، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاثنين فقراء تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. اه يعني انت عايزني استفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دوله مش لازما يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجاموسه. يلا خش يا انت وهو انا. ماشي يا ريس. خش هنا انا. ماشي يا ريس. خش افرش هنا يلا. ماشي يا ريس. ايه ده؟ ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. يعني مش الاسلوب ده يا عادل بقى؟ الله بقى، هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين، باتنين ونص تعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. اي مشروب ب35 قرشه، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي ب50 قرش، وانت تبيعه ب35 قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول؟ ايه باتنين ونص تعالى بص. باتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبه تنما. ايه ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب؟ قربوا يا شباب. باتنين ونص تعالى بص. فرش الدولة اسعارها مش معقولة، باضي حريمي بتلاتة ونص. عادل قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبورة، انما ايه سل الأمورة. معانا اتفضلي يا مدام، اتفضلي. ومعايا فلاية. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطرك ب15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دولا ب12 بس. تعالي 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 دوقي. دي شايطة ودايبة وبتاعت غسلة واحدة اللي عندي دولة دي. لا 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 لا، بتاعت غسلة واحدة ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالتلاتة، ولا بتبوظ ولا اي حاجه. باتنين ونص تعالى بص. يعني انت مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء يعني؟ ما ده انت مش شرف المهنه يا عادل. يا وطي يا عادل، يا وطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا وطي. لا لا لا، التجاره شطاره، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعالى قرب قرب يا مدام. باتنين ونص قربوا يا اخوانا. طلع يا عادل البضاعه. ايه يا معلم؟ طلع يلا. قرب يا تيزا، البضاعه على الترابيزه. بقول لك ايه يا استاذ، مش عندك خلاصين اطفال؟ خلاصين؟ اديها خلاصين الاطفال من عندك. يلا عينيا يا دولا. يا ريس دولا، يا ريس دولا. هلا حمام. يا ريس. عاملين بكام النهارده؟ هلا كله على بعضه ب4000. 4000؟ ايوه ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش. يلا يا انتي، عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل.
انتي عملتي كام يا خبيتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوبايه ميه ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تتردحوا شويه. انا ممكن اخد منكم البضاعه كلها ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشه دي لحد اخر شراب في البضاعه. الله اكبر، ايه الروح القتاليه دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الرئيس دوله. ايوه انتوا ما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الرئيس دوله. ايوه ما انا ما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم واللي يحصلني يكسرني. باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. ايوه باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا طنط هنبيع بالقسط، ويلا يا عم هات شميس لحمار. الله يدعي البضاعة. هلا يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى دولة بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي يا دعي بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. سما هص 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 بقى انت وهي وهي. ايه انا مندوب رئيس الحي تمام، وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق. واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار تمام. وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش يا ابني، لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص تمام.